الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، تحية الإخوان والأخوات فلاحين فلاحات لمتبعينا من الداخل ومن خارج المغرب، مرحبا بكم في فيديو جديد. وتحية للأخ عثمان والإخوة اللي وقف معنا. الموضوع هو طرساج ديال شجر الزيتون لاربيكوين. تحية للأخ إسماعيل وقف معنا في طرساج، يعني كان خدام معنا في طرساج، تعاون معنا مزيان. وتحية للأخ حميد وزهير ويونس. وتحية للأخ علي من راشدية، وتحية للأخ رشيد، وتحية لجميع الإخوان والأخوات الفلاحين والفلاحات من كل أنحاء العالم. مرحبا بكم في فيديو جديد، يعني الطراساج ديال شجرة الزيتون لاربيكوين. يعني المسافة اللي هي 4 على 2، يعني هي الأفضل تقريبا بالنسبة لي أنا. الطراساج ديال 4 على 2 هو المزيان، يعني فضل من متر ونص، ولكاين اللي كيدير متر وكاين اللي كيدير متر ونص، ولكن يعني ستاندار، يعني 2 على 4، يعني ما كتخففها ما والو، متحيد منها حتى شي حاجه، تبقى ديما هذاك الطراساج يبقى ما نخفوهاش من بعد. حيت مثلا اللي درتي متر ونص على 4، هذيك يعني تضرب بها واحد المده وخصك تحيد وحده تولي 3 على 4، ولا الا درتي متر تحيد وحده تولي 2، يعني تضرب بها واحد المده وتحيد وحده وتفوت وحده تولي ثاني تولي 2 على 4. من الافضل 2 على 4. ايوا، كنشكروا الاخوان الاخوات. السلام عليكم ورحمه الله. حنا كنتواجدوا في واحد الدور سميتو ايت الشيخ، ايت ريفيل، يعني ايت الشيخ، اقليم الخميسات. هذا هو المنطقه كنطراسي في الزيتون هذا. أنا كنصور لكم هذا البستان، هذه راه الداليا، كاين شي 10 هكتارات عند أخ عثمان، هو اللي كنخدمو معاه، كنطراسيو ليه، كنطراسيو ليه بواحد 10 هكتارات تقريبا 10 هكتارات، تقريبا شي 12000 شجرة. طراساج هو هذا، الهضرة شوية صعيبة في الطراساج، مع فيها الشعاب ومسعقبة شوية، فيها الطلعة والهبطة. هي هذه